اليوم كوفي ما في موجودين في ألموند كوفي هاوس و I have to say يعني قطعوا شوط طويل من 3 سنين لهلا موجودين بفرعين في فرع اللي فتح أول شيء بخلف شارع مكة وهلا إحنا موجودين بفرع الرابية. It's an amazing coffee house. They serve fresh brewed coffee وبجيبوا القهوة من برا وبيحمصوها هون locally ومن هون تيجي الفريشنس. لسه ما بنعرف مين اللي بيحمص عندهم بس apparently they're doing a very good job. كوفي هاوس اسمه ألموند لوز وشايفين باللوجو اللي هو زهرة اللوز. والديزرت اللي بيعملوها ألموند كوفي هاوس معمولة إن هاوس في عندهم شيف بيعمل الديزرت اللي كتير طيبة. جربنا الكوستاريكا عندهم وفي عندهم فرايتي اوف كوفي كتير في البرازيليان الكينيان الغواتيمالا فأثار انتباهي الكوستاريكا لأنه اتس دارك روست وجربناه على الـ V60 ما في بالعادة نشرب بالبور أوفر أو بالسبيشاليتي كوفي الدارك روست لأنه بتروح أغلب النوتس بالتحميص الدارك. وأنا أول مرحلة إيش بنعمل؟ نعمل دي غاز للكوفي. غاز يس. نغمرها بالماء. 50 ملي جرام ماي. Yeah. ل 30 ثانية. هيك بتطلع الغازات كلياتها من القهوة المطحونة. كيف الدارك روست ما بتطلع فوم كتير زي الميديوم. هاي الكوفي من كوستاريكا هاسيندا السكور تبعها 86.5 بروسس واشد التيتيود 1350 كلين يونيفورم سويت شوكليت. بدنا ندوق هلا اذا بتطلع النوتس تبعت الشوكليت. ففي الدارك شوكليت اللي كثير كثير دارك هاي 90% دارك. برضه كمان طلبنا اللاتيه مشان نجربها فقررنا احنا نصير نجرب مشان نطلع النوتس تبعت الدرينكس بدون الفليفرز الارتفيشال فليفرز اللي بحطوها. فليفر زاكي باغلب الدرينكس بس تو نو ذا كوفي وطعمه الكوفي والنوتس تبعتها قررت انه اصير اجرب البلين كوفي. فجربنا الكوفي البور اوفر عندهم ولا بدنا نجرب اللاتيه. بدا سكيل له حرفه طلع السويتنس باللاتيه بدون ما تحط فليفر. الكوفي اللي استعملوها بالاسبريسو ماشين اللي هي الكوستاريكا و It's very well done. زاكي. وسنس انه الشتوية اجت نزلوا الوينتر درينكس وما في مانع الواحد يشرب فرابتشينو بالشتاء. في كتير ناس بيحبوا الكولد درينكس حتى بالشتاء. ففي عندنا هون البامكن سبايس وقدرت اميزهم من الكوكيز اللي موجودة فيها. بامكن سبايس والالموند فرابتشينو والجينجر فرابتشينو. It's very good. البامكن فليفر مش كثير سترونج حاطين فيها بس اتس جود انف يعني الدرينك معمول مع كوفي بيس سو ديليشس. الألموند فرابتشينو مش كثير من عشاق الويب كريم والنتس اللي اون توب بس البادي تبع الدرينك اتس فول. اتس تريكي كثير مهم بالفرابتشينوز لانه اتس بلندد وذ ايس وما يطلع الطعم موتري يعني لازم تكون الفليفر طالع منيح فيها. عمود فرابتشينو تاخذ كمان جود سكور. نيجي للجنجر شكل الكوكيز كثير حلو جنجر بريد مان جنجر وقرفة أحلى شيء خصوصا لما يكون المحل دافي بما أنه رجعت الشتوية رح يكون المحل دافي وتطلب فرابتشينو بارد. بفرع الرابية فينا نشوف قعدة الترس اللي كتير حلوة ونستغل الموضوع قبل ما تبلش الشتوية. اندور نون سموكينج اريا مشان برضه الأروما تبعت الكوفي تضلها موجودة بالمحل
وفي عندهم سكند فلور، فيه ميتنج روم وفيه قاعده كثير كوزي. اليوم بالموند كوفي هاوس والجو كثير كثير حلو، طالعين على قاعده الترس تبعتهم. It's amazing. Can take a look here. The view لذيذ. فلتجربة قهوة كثير ممتعة كمان فيزيت الموند كوفي هاوس.